بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب فقه الخلاف بين المسلمين. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله تعالى: ثالثا ما يبدع فيه المخالف مع الاتفاق على عدم تكفيره، ما يبدع فيه المخالف مع الاتفاق على عدم تكفيره. وهذا النوع الثالث هو ضمن الأنواع الثلاثة للخلاف غير السائغ، للخلاف غير السائغ، أي الخلاف الذي لا يقبل المردود. وكما تقدم فأنواعه، فالنوع الأول هو الذي يكفر من جاء به نوعا وعينا، والأمثلة على ذلك كالإسماعيلية والدرزية ونحو هؤلاء. والنوع الثاني هو ما يبدع فيه المخالف بالاتفاق ويختلف على تكفيره، يبدع فيه المخالف بالاتفاق ولكن يختلف في تكفيره. النوع الثالث هو الذي نتناوله: ما يبدع فيه المخالف بالاتفاق ولا خلاف، أو يعني مع الاتفاق على عدم تكفيره، مع الاتفاق على عدم تكفيره. فهي وإن كانت بدعة وهي من جملة البدع، وربما يسمى من أحدثها مبتدع أو من جاء بها مبتدع، وأنا أقول ربما لأنه هناك أنواع ستذكر فيها نوع من الاجتهاد من علماء أهل السنة، لكنه مردود حتى ولو كان من إمام معتبر. فهذا النوع الثالث ما يبدع فيه المخالف مع الاتفاق على عدم تكفيره. وذكرنا في أول ذلك بعض الأمثلة من المسائل العلمية، من المسائل العلمية، كمثلا مسألة تفضيل علي على أبي بكر وعمر، فهذا التفضيل بدعة مع الاتفاق على عدم تكفير من جاء بهذا النوع. أيضا مسألة التوسل، ويعني التوسل التي هي كقول الرجل للميت: ادعوا الله لي، فهي وإن كانت بدعة منكرة لكن لا يكفر صاحبها. وأيضا ذكرنا بعض الأنواع من المسائل العملية، ونستكملها اليوم بإذن الله تعالى. فقد ذكرنا ستة أنواع من أنواع المسائل العملية التي فيها خلاف غير سائغ، ويعد من جملة البدعة وإن كان فاعله أو من جاء به لا يكفر. ووقفنا على النوع السابع، أليس كذلك؟ قال: ومنه القول بتحريم الذهب المحلق على النساء، وهو قول الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، هو خلاف الإجماع السابق وخلاف ظاهر الحديث الصحيح: أيسركما أن يسوركما الله بسوارين من نار أديا زكاته؟ قال: فهو صريح في جواز لبس المحلق مع أداء زكاته، ولم يقل بهذا التفصيل بين المحلق وغير المحلق عالم عبر القرون الأربعة عشرة الماضية فيما نعلم. يعني هذا القول قول في الحقيقة بدعي،
على رغم أن الذي جاء به عالم من علماء أهل السنة والجماعة، لكنه قول بدعي. لماذا؟ لأنه خالف ما جاء عمن سبقه من أهل العلم على مر 14 قرنا، وخالف الدليل من قبل. وده يعني ترتيب في الكلام، أنه خالف الدليل، خالف الدليل، ولم يقل بهذا الكلام على مر هذه القرون عالم من علماء الأمة، وهو تحريم الذهب المحلق على النساء. المحلق يعني كل ما كان على شكل حلقة، كل ما كان على شكل حلقة، يعني الإسورة والخاتم ونحو ذلك كل هذا. ولذلك الذي سيباح هو ما كان على غير شكل الحلقة، زي مثلا القلادة ونحو ذلك. أما الذي على هيئة الحلقة فهذا على هذا القول، يعني الذي قال به الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فهذا عنده حرام، وأنه يحرم صناعة الذهب أو لبس الذهب للنساء المشكل على هيئة حلق. وهذا القول في الحقيقة لم يقل به أحد من أهل العلم من قبل، وخالف ما ثبت من إجماع سابق على جواز ذلك، ثم كذلك الأدلة تدل على خلافه. ولذلك قال: وخلاف، وهو خلاف الإجماع السابق وخلاف ظاهر الحديث الصحيح، أيسركما أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ بسوارين من نار دليل على أنهما كانتا تلبسان ماذا؟ أساور، والأساور محلقة. أدي زكاته، أدي زكاته. ولذلك الحديث كما رجح العلماء في مسألة الذهب ونحو ذلك والزكاة المتعلقة به ونحو ذلك، أنه يحرم على المرأة أن تلبس الذهب إذا لم تؤدي زكاته، يحرم عليها لبس الذهب إذا لم تؤدي زكاته. وزكاة الذهب، زكاة الذهب مادية ومعنوية، مادية ومعنوية. أما المادية فهي قيمة النصاب، قيمة الزكاة على النصاب، وأما المعنوية فهي الإعارة، وأما المعنوية فهي الإعارة، يعني إعارة الذهب لأختها، أختها مش شرط أختها، شقيقتها، يعني بعض المسلمات. وهذا من زكاة الذهب. لماذا؟ لأن الفقير، المرأة الفقيرة تجد في نفسها، فإذا ألبستها أختها زال هذا من صدرها ونحو ذلك. ولذلك المرأة يجوز لها لبس الذهب المحلق أو غير المحلق، ما لم يكن على صورة محرمة كصورة الصور المحرمة، أصنام وتماثيل ونحو ذلك، أو الصلبان وكذا، فلها لبس الذهب ولو كان محلقا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيسركما أن يسوركما الله بسوارين من نار، بان الغرض من هذا الترهيب أو المراد من هذا الترهيب بقوله أديا زكاته، يعني أنتوا لابسين ذهب إياكم ما تكونش بتأدوا زكاته. وعليه فمن أدت زكاة الذهب فلها أن تلبس الذهب ولا بأس ولا حرج. قال: فهو صريح في جواز لبس المحلق مع أداء زكاته، ولم يقل بهذا التفصيل بين المحلق وغير المحلق عالم عبر القرون 14 الماضية فيما نعلم. الشيخ بيذكر في الهامش يعني شيء من التفصيل والزيادة، يقول: أقول والله أعلم أن الأمة الإسلامية لم تعرف هذا القول طيلة 14 قرنا، ولم يعرف من مقصد الشارع من التحريم هو التفريق بين الأشياء على أساس أن هذا حلقة وهذا غير حلقة، فهذا عدم التفات إلى مقاصد الشرع في التحريم. وحديث من أحب أن يحلق حبيبه حلقة أو حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، هو ده الشيخ الألباني تمسك به هذا الحديث،
من أحب أن يحلق حبيبه حلقة أو حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. هذا الحديث أخذ الشيخ الألباني رحمة الله عليه على ظاهره وتمسك به في تحريم الذهب المحلق على النساء، لكن هذا في الحقيقة توجيه لغير أو في غير محله. يقول: ولكن هناك النقل المتفق على انتهاء الخلاف فيه أن الذهب حرام على النساء كله، وهذا المنقول عن أبي هريرة هو منقول بإسناد صحيح، لكنه ليس تحريما صراحة، وإنما قال أبو هريرة أنه لا يحلي بناته بالذهب، قال: أخاف عليها من النار. كان أبو هريرة رضي الله عنه لا يلبس نساءه الذهب، لكن لم يقل أبو هريرة رضي الله عنه صراحة: أنا لا ألبسهم الذهب لأن الذهب ماذا؟ حرام. ما قال هذا، إنما كان إذا سئل يقول: أخاف عليها من النار. فهذا يحمل على ماذا؟ أن أبا هريرة كان يخاف أن يكون فيه الزكاة ولا يخرج أهله زكاة هذا الذهب، أو لا يخرج أهله زكاة هذا الذهب، سواء على المعنى المعنى المادي أو المعنى المعنوي. وبعض العلماء يقولون أن هذا من زكاته الواجبة اللي هو التزكية المعنوية، اللي هي إعطاء الذهب لأختها من باب الإعارة، من باب الإعارة. وإلا فبعض العلماء في المسألة الفقهية نفسها له رأي، وهو أن الذهب لا زكاة عليه إذا كان للإيش؟ للزينة. بعض العلماء يذهب إلى القول بأن الذهب لا زكاة عليه إذا كان للزينة، ويقول أن زكاته هنا في هذا الحال إيش؟ الإعارة. الراجح في الحقيقة أن الذهب عليه الزكاة سواء كان للزينة أو للإدخار، الراجح من كلام العلماء. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيسركما أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ أدي زكاته، وأطلق ولم يسألهما عن كونه للإدخار أو للإش أو للزينة. وعليه فالذهب على العموم فيه الزكاة. أما ما جاء عن أبي هريرة في أنه لكما كان يلبس نساءه الذهب، هذا محمول على أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يخاف عدم أداء زكاته، سواء الزكاة المعنوية أو الزكاة المادية. نعم. هو يعني لا أعرف في الحقيقة حد قال بأنه بدعة، لكن يعني أنا ما نعرفه أنه العلماء المعاصرين يقولون هذا قول مخالف للإجماع، هذا قول مخالف للإجماع. أنا لا أعرف أحد يعني قال بأنه بدعة يعني، لكن هو مخالف للإجماع. يعني مسألة الدم، دم الآدمي، دم الآدم. قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيسركما أن يسوركما الله بسوارين من نار. قال تالا: قال: أدي زكاته. نعم. قال: إذن لم يقل لهما اخلعاه، هذا حلقة أو حل أو حلقة، فهذا واضح جدا ونص في إباحة الذهب المحلق فضلا عن الإجماع الصحيح. يعني لو كان الذهب المحلق محرم لقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اخلع ذلك ونحو ذلك، إنما ما قال ذلك، قال: أدي زكاته، أدي زكاته. وعليه فهذا القول قول محدث، هذا القول قول محدث، كما هو القول أيضا في مسألة دم الآدمي، كما هو القول في مسألة دم الآدمي. فإنه يعني هناك من قال من المعاصرين أن دم الآدمي غير نجس، والذي قال بذلك هو الشوكاني رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك بعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فهذا مخالف للإجماع، هذا مخالف للإجماع، وأن من خالف الإجماع فلا اعتبار بمخالفته هذه. نعم. قال: ثمانية. قال: ومنه القول بعدم وجوب الطمأنينة. يعني ما سبق هذا، هذا نوع من أنه هي خلاف، خلاف غير سائغ، خلاف غير سائغ.
نعم. قال: ومنه القول بعدم وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع من السجود في الصلاة، وهو قول الحنفية، وهو خلاف نص حديث المسيء صلاته. فهذا أيضا القول قول لا دليل عليه، بل هو يصادم الإيش؟ الأدلة، يصادم الأدلة، وهو القول بعدم وجوب الطمأنينة بين الركوع والسجود، بحيث أن الأحناف لهم في كلامهم أنه لو أنه قال سبحان ربي الأعلى أو قال سبحان ربي العظيم، لا خليها تحت أحسن، سبحان ربي الأعلى، ولم يجلس، أو أنه قال سبحان ربي العظيم ونزل على السجود مباشرة، فإنه صلاة صحيحة. لماذا؟ لأن عندهم أنه هذه الطمأنينة غير واجبة، وهذا كلام محدث في الحقيقة. لماذا؟ لأن الحديث جاء فيه صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء في صلاته، قال له ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال له فإذا جلست فاطمئن، فاجلس حتى تطمئن جالسا، وإذا اعتدلت، لما كان بيقول له على الاعتدال، فاعتدل حتى تطمئن أنك معتدلا، أو كلمة نحوه، أو فقم حتى تطمئن أنك قائما. فهذا دليل على لزوم ووجوب الطمأنينة في الصلاة بين الركوع والسجود. إذن فهذا القول إذا جاء به عالم وقال مثلا الأحناف قالوا بذلك، نقول له نعم، لكن هذا كلام إيش؟ مخالف، مصادم للدليل، ومن قال به بعد ذلك فهو مبتدع. لماذا؟ لأنه عالم الدليل، وإلا فنعتذر على الأحناف أنهم لم يصلهم الإيش؟ ربما الخبر لم يصلهم الدليل. نعم. قال: ومنه بلا شك قول بعض المعاصرين أن تحديد قدر ثابت من المال في المضاربة لا يفسدها، وهو خلاف الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره، وبنوا عليه جواز تعاملات البنوك الربوية، وهو من أبطل الباطل. ومنه، أي من هذا النوع من الخلاف، وهو الخلاف الذي يعتبر من البدعة، أي هذا الذي جاء به، هذه بدعة وإن كان صاحبه لا يكفر. نعم. قال: ومنه بلا شك قول بعض المعاصرين أن تحديد قدر ثابت من المال في المضاربة لا يفسده. المضاربة نوع من المعاملة المالية بين طرفين، بين طرفين، أحدهما صاحب مال والآخر صاحب عمل. فصاحب المال يعطي العامل ويقول خذ هذا المال ضارب فيه، فيذهب العامل فيضارب في هذا المال ويتكسب، على أنهما يتفقان في بداية، يعني الاتفاق على قدر من الربح، على قدر من الربح، على قدر من الربح، ليس قدر من رأس المال ولا قدر ثابت من الأرباح. يعني لا هو قدر ربح نسبة يعني من رأس المال، ولا قدر نسبة أيضا من الربح. بمعنى مثال، لو له مثلا 1000 جنيه صاحب المال، فالممنوع يعني أنه يقول له لي على رأس المال مثلا كل مثلا شهر، أو كل ما تعمل تبيع بيع لي على رأس المال الربع، يعني له 1000 يبقى له ربع 1000 دي مع كل بيعة، كسبت خسرت هو له الربع. أو يقول له مثلا في الأرباح نفسها، وده بقى اللي هو الصورة اللي هي اللي عليها المشاكل أكثر، إنه يقول له أدي 1000 جنيه يروح تاجر بيها مثلا، يروح يتاجر، يوم يقول له لي نسبة ثابتة على رأس المال، لي نسبة ثابتة على رأس المال، أو لي نسبة ثابتة من المال، يقول له روح خد الفلوس اهي، وعايزك تديني كل شهر 100 جنيه، أو يقول له هديك كل شهر 100 جنيه ثابتة كده على طول، هديك كل شهر 100 جنيه، بيكسب بيخسر هو له 100 جنيه. فهذا باطل وينافي المضاربة
المشروعة. لماذا؟ لأن المضاربة المشروعة ليس فيها ذلك. لماذا؟ لأنه غير معلوم الأمر، يعني لا يعلم المكسب من الإيش؟ من الخسارة. ما هو ممكن الشهر ده يكسب كتير، وممكن يخسر، وهكذا. ولذلك فالقول بنسبة محددة هذا فيه نوع من التحايل لإباحة الإيش؟ المعاملات الربوية. ما هو عشان هو فعلا اللي بيقول كذا بيقول عشان يبيح الايه؟ المعاملات الربوية عموما يعني. يقول: وهو خلاف الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره، وبنوا عليه جواز تعاملات البنوك، اللي هم يعني قالوا بالقول ده، وهو من أبطل الباطل. يقول: ومنه أيوة تمام، ده الصحيح، انه يقول له فعلا انت هتاخد الالف جنيه دي هتروح تتاجر فيها، وانا وانت الارباح انت 50% وانا 50%، ده صحيح. الارباح انا 60% وانت 40%، ده صحيح. الارباح انت 30 وانا 70، انت 70 وانا 30، فيش مانع من الايش؟ من الارباح. هنتفق على ان انا وانت الارباح هنقسمها مع بعضنا ايه؟ حسب ما تيجي بالنسبة دي. النسبة دي بناء على تقديرات عندهم، ممكن تقديرات فنية، ممكن تقديرات معنوية. بمعنى تقديرات فنية ان ممكن يكون الراجل العامل ده بيتعب جدا جدا، وشايف ان النصف في الارباح شوية عليه، فيقوم يقول لي صاحب المال انا هاخد والله من الارباح 80% واديك انت 20% بس، خلاص انت تراضي على ذلك لا حرج ولا بأس. او العكس، ممكن يكون لأسباب معنوية العامل لا يجد من يعطيه المال، لا يجد من يعطيه المال، فيتنازل فيقول له أنا هتاجر وهضرب في مالك وهديك 70-80% وأنا أخد 20% عشان يغريه أن يديله مال ويشتغل. خلاص اتفق على ذلك ورضي بذلك. فهذا هو الذي يعني، أو هذا هو المشروع. قال: ومنه بعض صور تحقيق المناط وتوصيف الواقع كما يقع في كثير ومنه بعض صور تحقيق المناط وتوصيف الواقع كما يقع في كثير من صور تغيير المنكرات مع إنكار مسألة المصالح والمفاسد، أو القول بعدم وجود مفاسد مع تعرض المسلمين والمسلمات لصنوف الأذى من جراء بعض هذه التصرفات. بيقول: ومنه يعني من هذا النوع من الخلاف بعض صور تحقيق المناط. بعض صور تحقيق المناط يعني ماذا؟ كلمة تحقيق المناط يقصد بها يعني تحقيق الأمر اللي هو اللي عليه الكلام على واقع الحال، على واقع الحال. المقصود هنا في الأمثلة دي يعني إنه تحقيق المناط، المسألة دي أو كل مسألة في الشرع بينبني حكمها على علة معينة، اللي هي المسائل المعقولة، يعني المسائل المعقولة الإيش؟ المعنى. بينبني على علة معينة، العلة دي تحققت يبقى حكم المسألة إيش؟ متحقق. يعني مثلا الخمر علة التحريم ماذا؟ الإسكار، اللي هو غياب العقل. الإسكار ده علة إيش؟ تحريم الخمر. طب وجد الإسكار ده في أي مادة أخرى مش خمر، اسمها أي اسم، وجد الإسكار يبقى ده إيش؟ نفس الحكم واحد، نفس الحكم واحد، اللي هو حرمة هذا الشيء. ليه؟ لاتفاق الإيش؟ العلة. إذن فالإنسان الذي يأتي ليحكم على مسألة لم يكن فيها نص في الكتاب لابد أنه يسعى في تحقيق مناط الإيش؟ الحكم، يسعى في تحقيق مناط الحكم. الحكم ده متعلق بعلل وأحوال معينة، وجدت يبقى حكمها كده. إذا لم توجد، هو فروع من القياس، دي فروع من القياس. تحقيق المناط
فروع من فروع الإيش؟ الكلام في القياس. فوجدت هذه الأشياء يبقى وجد الحكم، ولذلك لابد أن يحقق المسألة حتى يصل إلى حكمها. يقول: ومنه بعض صور تحقيق المناط وتوصيف الواقع كما يقع من كثير من صور تغيير المنكرات مع إنكار مسألة المصالح والمفاسد، أو القول بعدم وجود مفاسد مع تعرض المسلمين والمسلمات لصنوف الأذى من جراء بعض هذه التصرفات. الشيخ بيشير في الهامش توضيح للعبارة، يقول: الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية في أول تصانيفهم مثل كتاب ميثاق العمل الإسلامي، ده من أشهر كتب الجماعة الإسلامية، وده كان عندهم ده المنهج الأساسي للعمل الحركي للجماعة. قال: لا يراعون أصل المصالح والمفاسد، لا يراعون أصل المصالح والمفاسد. الجماعة الإسلامية في أول نشأتها، في أول نشأتها لا يراعون، كانوا لا يراعون حاجة اسمها مسألة مصالح ومفاسد. ولما حد يكلمهم في مصالح والمفاسد يقولون ما فيش شيء اسمه أصلا مصالح ومفاسد. وده موجود في إلى الآن في كثير ممن ينتهجون منهج القاعدة خصوصا، منهج القاعدة خصوصا. حتى بعض الإخوة الأعاجم أكثر من مرة سألني في هذه المسألة، وهي إنه ما هو الدليل على اعتبار الإيش؟ المصالح والمفاسد. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده الدين كله يقوم على اعتبار المصالح والمفاسد. ولو أنك أردت أن تضرب لذلك الأدلة والأمثلة ما أحصيتها. وإلا مثلا على سبيل المثال، لما رجع موسى عليه السلام ووجد قومه يعبدون العجل، حكى الله عز وجل في القرآن عنه وعن أخيه أنه لما جاء أخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفونني وكادوا أن يقتلونني. وفي الموضع الآخر قال: فخشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. ده اعتبار للمصالح والمفاسد ولا ده مثلا يعني على سبيل المثال. فهارون عليه السلام لماذا فعل ذلك؟ لماذا سكت؟ أو لماذا لم يعني يتصادم معهم في هذه المسألة؟ ده كانوا يقتلوه، ولذلك درأ المفسد الأعظم بإيه؟ بالمفسد الأدنى ونحو ذلك. يقول: الجماعة الإسلامية في أول تصانيفهم مثل كتاب ميثاق العمل الإسلامي، لا يراعون أصل المصالح والمفاسد، وكذلك فتاوى بعض مشايخهم قديما، فيقولون: ليس هناك مصلحة ومفسدة، ولا بد من تغيير المنكر مباشرة، ويجب الخروج على الحاكم المبدل ولو بعصا، ولو بعصا. وبعد مرحلة معينة قالوا: بل نراعي المصالح والمفاسد، لكن ما نفعله هو المصلحة. لما طبعا المفاسد صارت لا تعد من تصرفاتهم، يعني رجعوا قالوا: خلاص صح، احنا نراعي المصالح والمفاسد، وبعدين والمصلحة ما نفعله نحن. نكمل كلام الشيخ. طيب يقول: نقول في البداية كان الخلاف غير مقبول، لكن بعدما اتفق على أصل وجوب مراعاة المصالح والمفاسد أصبح الخلاف في تحقيق المناط. الأول الخلاف ده ما كانش مقبول أبدا، اللي هو إيش؟ يقول لك ما فيش حاجة اسمها مصالح ومفاسد، هذا قول بدعي محدث وجاهل من يقول بهذا الكلام. طيب لما قالوا هم بقى، لما قالوا احنا نراعي المصالح والمفاسد والمصلحة ما نفعله نحن، يقال لهم هذا كلام أيضا بدعي، ماشي كده؟ لماذا؟ لأنكم نزلتم أحكاما من غير تحقيق الإيش؟ مناط الحكم ده، وهو إن أنتوا تخرجوا على الحاكم وتعملوا وتسووا. طيب ما تشوفوا الأول هل بالفعل الواقع موافق للأمر هذا ولا لا؟ ولذلك هذا يسمى تحقيقيه مناط الحكم. أنا أخرج دلوقتي، لا طب ما الأسباب مش متوفرة، يبقى الحكم مناطه إيش؟ غير متوفر، غير متحقق، يبقى لابد من عدم فعل هذا الفعل. نعم. يقول:
أي أصبح خلافا في تحقيق الأمر على الواقع، فهم يقولون أنهم قادرون على التغيير وأن ما يفعلونه يأتي بالمصلحة، وفي الحقيقة خلاف غير سائغ لكن في تحقيق المناط. خلاف غير سائغ بس في أنه جزئية بقى تحقيق المناط، بخلاف ما الأول كانوا بيقولوا ما فيش مصالح ومفاسد، خلاف غير سائغ في مسألة إحداث قول بدعي، هنا في مسألة تحقيق المناط. وده كلام غير مقبول، لأنه يتكلمون وينزلون أحكام من غير تحقيق إيش أهو إحنا عايشين أهو دلوقتي، إحنا عايشين دلوقتي هذه المسألة اللي هي تنزيل أحكام من غير تحقيق إيش المناط. ولذلك تسمع بقى أقوال كلها حماسية ونحو ذلك، ويأتي من بعدها المفاسد التي لا مفاسد يعني أشد منه. يقول وهم رجعوا أخيرا، رجعوا أخيرا لأن الكتاب طبعا كان متألف قبل الإيش، وقالوا لا ينبغي لأحد أن يغير بالصورة التي كنا نغير بها تطبيقا لقاعدة المصالح والمفاسد. ثم إيش هم رجعوا أخيرا، ثم رجعوا لاحقا أو مؤخرا، رجعوا مرة أخرى إلى سيرتهم الأولى، نسأل الله العفو والعافية. يقول ومثل ذلك في المتن بقى، ارجع المتن، يقول ومثل ذلك توصيف واقع تسلط الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين على المسلمين قتلا وسفكا وتدميرا على آلاف الأبرياء بل ملايين الأبرياء من المسلمين، على أنه استعانة جائزة بالكفار مع انتفاء كل الشروط التي وضعها من أجاز ذلك من أهل العلم. مسألة قوات التحالف في حرب الخليج، في حرب الخليج، فهذا القول في الحقيقة لم يتحقق أو لم يحدث فيه تحقيق مناط صحيح. لماذا؟ لأنه وإن كان قال بي بعض الأفاضل، لكن يعني يظن أن المسألة بلغت أو صورت بطريقة غير الطريقة الموجودة والله أعلم. لكن يعني ودي من المواقف التي تشهد للدعوة السلفية، أن الدعوة السلفية هي الدعوة الوحيدة التي عارضت دخول قوات التحالف إلى الخليج العربي، وأن هذا سيجعلهم يتسلطون على المسلمين، وحدث. وكذا وصف أعداء الله المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله بكل الطرق على أنهم ولاة أمور شرعيين تلزم طاعتهم وعدم مخالفتهم، وكذا المدافعة عن بعض المرتدين من الكتاب والمفكرين الذين نطقوا بالكفر البواح بزعم عدم تكفير المعين قبل إقامة الحجة، مع أن الحجة في المسائل التي قالوها قائمة على كل أحد كإنكار الشريعة والاستهزاء بالقرآن والسنة. ودي طبعا الحتة اللي المدخلة بيه بتزعلهم خالص، ويقول لك مش ويصنفوا كتب بقى وأسماء كده إيه اللي هي فيها حكاية السجع دي على فقه الخلاف، مش عارف إيه، والرد على فقه الخلاف، والرد على صاحب مش عارف إيه، عشان إيه المسألة هذه. وكذا وصف أعداء الله المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله بكل الطرق على أنهم ولاة أمور شرعيين تلزم طاعتهم وعدم مخالفتهم. يعني هذا من نوع الخلاف الإيش الغير سائغ، إنك تقول على من يوالي الكفار ويمنع شرع الله عز وجل ويحارب الدين وكذا وكذا من غير ما كان عليه يعني ولاتها، وعليه ما زال إلى الآن كثير منهم، هؤلاء الذين يحكمون كثير من البلاد الإسلامية تقول عليهم ولاة أمور شرعيين ولهم السمع والطاعة وهم لهم الحق كما لكل أمير للمؤمنين وهم أئمة معتبرون، هذا الكلام يعني كلام بدعي. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يقودهم بكتاب الله، يقودهم بكتاب الله، هذا هو مناط الحكم، إنه إذا كان يقود بكتاب الله فهو ولي أمر شرعي للمسلمين، أما الذي لا يقود بكتاب الله هو غير ولي، مش ولي أمر شرعي للمسلمين، مش ولي أمر شرعي للمسلمين. نعم. قال ومنه القول بجواز حلق اللحى في الواقع الحالي على سبيل الفتوى لعموم الملتزمين كما تقوله وتفعله بعض الجماعات، فإنه خلاف نص الحديث الصحيح في وجوب إعفائها. مسألة اللحية
الذين يقولون أنه يجوز حلق اللحية لمصلحة الدعوة ونحو ذلك، فهذا كلام بدعي، ودعوة كاملة تجعلها مسألة من المسائل الأصلية عندها في السمت والسلوك الظاهر عندها، وهو حلق اللحية، حلق اللحية. ولذلك في الحقيقة بعد الثورة تحديدا انكشف الأمر، صح ولا لا؟ بعد الثورة تحديدا انكشف الأمر، كان لهم هم الكلمة والسلطان، ومع ذلك كانوا إيش؟ يحلقون لحاهم، يحلقوا. طب بتحلقوا ليه؟ ده انتوا أصحاب السلطة كلها، تحلقوا لحاكم خايفين من مين؟ فبان في الحقيقة أن هذا من الهوى والعياذ بالله. ولذلك فهذا يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب إطلاق اللحية، قال أوفوا، أرخوا، وفروا، أطلقوا، هذا كله على سبيل الوجوب. ومنه تأصل ترك الإنكار في مسائل العقيدة والسياسة وأمراض الأمة والبدع والولاء والبراء، كما تقوله جماعات عدة، أو تؤصل بعض ذلك. أيضا من هذا النوع من الخلاف الغير معتبر وإن كان صاحبه لا يكفر، قال ومنه هي لعلها تأصيل يعني، ومنه تأصيل ترك الإنكار في مسائل العقيدة، إنه بعض الناس يؤصل لمسألة ترك الإنكار في مسائل العقيدة والسياسة وأمراض الأمة، اللي هم بقى من جماعة التبليغ، جماعة التبليغ خصوصا يعني، فيقولون جماعة التبليغ تبني منهجها وتؤصل لذلك وتجعله قاعدة، هذه قاعدة عند مكتوب يعني، هذا منهج مكتوب، مكتوب عندهم أننا لا نتكلم في أمراض الأمة، لا نتكلم في الحكم، لا نتكلم في السياسة، لا نتكلم في الولاء والبراء، لا نتكلم في البدع، لا نتكلم في كذا، لا نتكلم، لا نتكلم، لا نتكلم. طب ما اللي هتتكلم فيه؟ الصلاة فقط لا غير، فقط لا يتكلم إلا في الصلاة فقط لا غير. ولذلك هذا يعني ابتداع وإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول ادخلوا في السلم كافة. نعم. ومنه الدخول في الأحزاب والهيئات العلمانية دون الضوابط الشرعية المتفق عليها في البراءة من باطلهم، بل مع السكوت والإقرار بشعاراتهم المنكرة بل والكفرية أحيانا، كتعانق الهلال والصليب والديمقراطية وحرية الفكر التي تتضمن عندهم حرية الكفر. أيضا من هذه المسائل، وهي الخلاف من نوع الخلاف غير السائغ يعني، دخول الأحزاب والهيئات العلمانية، أن يدخل هذا الحزب ويشترك فيه، وهذا الحزب يقوم على أسس علمانية، أسس علمانية، هذا حرام وليس من الخلاف السائغ، ولا يدخل في الاجتهاد ولا شيء من ذلك، ولا شيء من ذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء أقاموا أمرهم على محاربة دين الله سبحانه وتعالى. 14 يقول ومنه بلا شك بل ينبغي أن يدخل في مسائل الاعتقاد تهنئة الكفار من النصارى أو غيرهم بأعيادهم الكفرية أو بمناصبهم الطاغوتية بزعم سماحة الإسلام أو مصلحة الدعوة، فإن هذا عند كل أهل العلم من موالاتهم، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. يعني من هذا النوع الخلاف غير السائغ غير المقبول تهنئة الكفار من النصارى أو غيرهم بأعيادهم الكفرية، فهذا لا يقبل، ولا يقال هذا من باب السياسة ولا هذا كله مردود، هذا كله مردود. لماذا؟ لأن هذا من أمور الاعتقاد. كيف يهنأ من يقول أن الله ولد اليوم، مات اليوم، كذا ونحو ذلك؟ نعم. قال أو بمناصبهم الطاغوتية، إنه لما يجي بابا جديد ولا حاجة يقوم يعملوا له إيه؟ يبعتوا له تهنئة بتولي منصب الإيش؟ الطاغوتية فعلا، والعياذ بالله. نعم. قال بزعم سماحة الإسلام أو مصلحة الدعوة. طب هل يجوز عيادة الكافر؟ هل يجوز تعزية الكافر؟ طب الحمد لله، في حد معترض؟
أصل اليومين اللي فاتوا يعني احنا كنا متوقعين الحمد لله ان محدش هيتكلم. لما عزت الدعوة السلفية يعني بابا النصارى فاحنا كنا متوقعين مش هيعملوا زوبعة ولا حاجة، لانه الزوبعة كل صغيرة وكبيرة، لكن الموضوع ده ما عملوش زوبعة فيه. ليه؟ لا لأجل ان هذا جائز، وهم للأسف يعني ملتزمون بما يلتزم الشرع، لا، لأجل ان هذا الامر سيفتح عليهم مشاكل لا حد لها ولا حصر. انت بتتكلم على مسألة التعزية، طب جزاك الله خيرا، طب يا عم انت مشكور كده حلو قوي، لكن هو ما يقدرش، لانه لو اتكلم في التعزية، تعزية ابتداء جائزة، ثم بقى افتح على نفسه، هيفتح على نفسه الايش؟ قضايا الولاء والبراء الفظيعة التي يهدمها في كل ساعة. طب ايه بقى فيها مانع دي؟ طيب ماشي، فيها مانع شرعي؟ اهو قال لك عايز افهم، مع انه لسه من شوية يجوز تعزية الكافر، ها كلنا ردينا قلنا ايه؟ ايوه، ما انت عايز دليل دلوقتي. معلش انا مش قصدي انت شخصك، مش قصدي شخصك انت يعني، ما انا مش قصدي ان انا يعني اوبخ محمد، انا عايز اقول لكم الواقع ده، الواقع ده انا كنت بحكيه مع بعض الاخوة واحنا قاعدين من فترة كده، واحنا قاعدين ان انت هتقول في الاخوة يجوز تعزية الكافر، هيقول لك كله يجوز، احنا كلنا دارسين الحاجات دي، تيجي تطبقها تلاقي الاخوة عاملين ايه؟ ازاي؟ فين الدليل؟ وجبتوها منين؟ الله، امال انت من الصبح عمال تقول يجوز ازاي؟ فمسألة تعزية الكافر هذه المسألة اخت مسألة ايش؟ العيادة، اخت مسألة العيادة، يعني بل العيادة اكثر من الايش؟ من التعزية، لان العيادة تقتضي ماذا؟ تقتضي لا الذهاب اليه ونحو ذلك ومكانه، انما التعزية ممكن تكون بالمراسلة ونحو ذلك. نعم. قال: وهذا يعني لا خلاف به في بين علماء اهل السنة، ولا سيما اذا كان فيه ايش؟ مصلحة شرعية، وده اللي احنا الدعوة عزت فيه بابا النصارى. احنا هل احنا كنا بنعزي حد قبل كده؟ مع انه جائز، لكن احنا شايفين ان في مصلحة شرعية دلوقتي، ومن اعظم هذه المصالح الشرعية ماذا؟ تهدئة الاجواء، تهدئة الايش؟ الاجواء في المجتمع. انت دلوقتي في جهات كتير يعني بتلعب داخل المجتمع المصري، مخابرات عالمية متنوعة تخرب داخل المجتمع المصري، ومن بين الاوراق التي تلعب بها هذه الاجهزة ورقة النصارى، والا النصارى كان لهم يد طولة في الاحداث ولا لا؟ في 3/6 يعني، في 3/6 كان النصارى هم اصحاب اليد الطولة في الحقيقة، في 3/6 بس، مش هم الايه؟ مش هم كل اللي في الشارع، بس كان لهم يد طولة، لان هم كانوا اكثر تنظيما واكثر حماسة ونحو ذلك، وطول الفترة قبل 3/6 كانوا هم اللي هم اللي مش مخليين الدنيا تقف خالص، وتمويل فظيع جدا. فلما انت تسكت الكلام دوت وتهديه وتسكنه ونحو ذلك، هيقول لك ما عنه ما سكننا ومش عارف ايه، لا نقول لك لا، خليك راجل منضبط بالأدلة الشرعية. هو النبي صلى الله عليه وسلم ألم يسعى لأجل تسكين قريش وتهدئتها يوم الحديبية ليتفرغ ليه؟ لغيرها. ده كان حريص جدا انه يعمل ايش؟ اتفاق مع قريش، برغم كل اللي حصل من قريش هو حريص على انه يعمل اتفاق مع قريش، لاجل ان يخرج قريش الان من الايش؟ من المعادلة. طلع قريش بره دلوقتي علشان احنا نعرف نتعامل مع الايه؟ مع الجهات الاخرى. والا بقى من الحاجات العجيبه جدا ان تلاقي في ناس، طبعا ما فيش انضباط شرعي، ما فيش فهم اصلا، ما فيش علم، يفتح كل الجبهات كلها في ايه؟ في يوم واحد وفي ساعه واحده، كل الجبهات يفتحها كلها في يوم واحد وفي ساعه واحده، وهذا في الحقيقه من الحمق، هذا من الحمق. نعم. يقول: ومنه الاحتفال بالموالد والأعياد البدعية والمشاركة فيها بزعم الاختلاط بالناس لدعوتهم دون إنكار، والمشاركة في البدع بزعم أن البدع الإضافية محل اجتهاد فيسوغ فعلها. أيضا من هذا النوع يعني الاحتفال بالموالد والأعياد البدعية والمشاركة فيها،
بزعم الاختلاط بالناس، ان بعض الاتجاهات الاسلاميه بتعمل البدعيات دي، واذا قيل لهم هذه بدعه ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا احد من السلف، يقول نحن نفعلها من باب انها بدعه اضافيه وان فيها مصلحه، وان احنا بنستغل الايام دي عشان نذكرهم بالاسراء والمعراج، وعشان نذكرهم بالهجره، وعشان نذكرهم بمش عارف ايه ونحو ذلك. هذا كله احداث في الدين. وماذا لو ذكرتهم بذلك في اي ايام اخرى؟ هيقول لك لا ما احناش متذكرين. يقول ومنه الصلاه بالمساجد، لكن هو طبعا للاسف هو الغرض ليس كذلك حتى، انما الغرض هو نوع من الايش؟ نوع من مماشاه العامه، موافقه العامه، علشان العامه ما يقولوش عليهم ايش؟ متشددين. سبحان الله العظيم، من ارضى الناس في سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. يقول ومنه الصلاة بالمساجد التي بنيت على القبور، ومخالف للأحاديث المستفيضة في لعن من اتخذ القبور مساجد. ومنه القول بكراهية صيام الستة أيام من شوال، وهو قول المالكية، والقول بوجوب صوم يوم الشك وهو عند الحنابلة. معلش الواحد يعني بيغلبه، ودي مصلحة شرعية برضه. مين فاكر من سنتين لما طلعوا الجماعة بتوع المداخلة وقعد يوزع ورق في الشوارع هنا في المنظرة والعصفرة ببدعية صيام الست من ايه؟ من شوال. جابوها منين؟ من فقه الخلاف. انتوا بتقولوا كده، احنا هنقول ايه؟ هنقول عكسه على طول. بدعية صيام ست من شوال ده، هذا كلام بدعي اصلا، وان كان بعض المالكية قال به، وهو اصلا للاسف يعني ما كان يعلمون هذا قبل حتى يعني ان يقرأوا هذا الكلام. يعني أكثر المسائل التي أخذوها بعد ذلك وصاروا يتكلمون بها كمسائل فقهية خدوها منين؟ من هنا. أنت واخد كده؟ خلاص ناخدك من كده. وبعدين بعد كده خدوا السكة الثانية بتاعت الحكام وغيره، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وإلا فهذه المسألة ثابت فيها الدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح. قال وهذه أقوال مخالفة لنصوص السنة، وكذلك القول بجواز تزوج الرجل ابنته من الزنا، وهو عند الشافعية أيضا هذا القول مردود، فأهل العلم قاطبة يقولون بعدمه. ابنته من الزنا يعني ماذا؟ رجل زنى بامرأة وحبلت وولدت، فالشافعية يقولون هذا لا يثبت نسب صحيح، وهذا مش الشافعية، العلماء يقولون هذا لا يثبت به إيش؟ نسب. وده صحيح ان البنت دي او الولد المولود ده لا ينسب لمين؟ للزاني، لا ينسب للزاني. الزاني مش ابوه، الزاني مش ابوه، لانه لما وطأ المرأة لم يكن له صفة، لم يكن له صفة فلا ينسب له، وعليه فالعلماء يقولون هذا لا ينسب له. طيب الشافعية بقى شذ بعض الشافعية بماذا؟ قال طالما انه لا ينسب له فانه يحل، فانه يحل، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لوجود الايش؟ الشبهة الخطيرة، لوجود الشبهة الخطيرة، وهذا قال به العلماء وعليه أدلة كثيرة جدا. نعم. قال ضابط الحكم على تجمع معين أنه من الفرق الضالة. فإذا يعني ضابط الحكم على تجمع معين أنه من الفرق الضالة، يعني هل كل اجتماع من الناس أو طائفة من الناس اجتمعوا، هل يقال هذه فرقة من الفرق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ فبعض هؤلاء أصحاب الأهواء كل من اجتمع يقولون أنت إيش؟ أنت كونت طائفة وجماعة، والعمل الجماعي هذا معناه أن هذه فرقة وحزبية، إذن فهؤلاء من الفرق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مصيبة والعياذ بالله. يقول بيّن الشاطبي رحمه الله في الاعتصام هذا الضابط بقوله وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية. يبقى العبرة بماذا؟ بمخالفة الفرقة الناجية. قال في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، في معنى كلي، في معنى كلي حاجات من الأصول بتاعت الدين. قال لا في جزء من الجزئيات، في جزء من الجزئيات يعني مسائل عملية مثلا فقهية ونحو ذلك. قال إذ الجزئي
والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، في الأمور الكلية. ولذلك على سبيل المثال مثلا جماعة الإخوان العلماء المعاصرون يختلفون فيها، بعضهم يقول هي من الفرق الاثنين وسبعين، وبعضهم يقول لا ليست من الفرق الاثنين وسبعين، وأنا قرأت فتوى للشيخ ابن باز يعتبرها من الاثنين وسبعين، وبعض العلماء يقول ليست من الاثنين وسبعين وإن كانت هي يعني على خطر شديد جدا ونحو ذلك. الغرض يعني أنه يحكم عليها بماذا؟ بما إذا خالفت منهج الفرقة الناجية في أمر إيش؟ كلي أو قاعدة من القواعد الشرعية. نعم. قال وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، إلى قوله ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. أهو ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. هم مش مخالفين في قاعدة كلية الفرقة دي يعني، لكن عندهم مخالفات في الجزئيات كثيرة جدا، فهنا بيقول إنها ممكن تدخل في الإيش؟ في الفرق الاثنين وسبعين. قال فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.